مجاعة على نطاق ضخم قد تشهدها اليمن، تقول الأمم المتحدة التي حذرت بأن هذه المجاعة ستكون أسوأ مجاعة في العالم منذ قرون إذا لم تتوقف الحرب. ولأن الحرب لن تتوقف، هذا ما تقرره وقائع المواجهات على الأقل، فإن المنظمة الدولية ناشدت الأطراف الفاعلة في الحرب بضرورة السماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين لها. بتقدير منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن ليزي غراندي، فإن الجوع يهدد 13 مليون شخص، قائلة بأن المجتمع الدولي يجب أن يشعر بالخجل بسبب أوضاع اليمن. لكن هل سيشعر المجتمع الدولي بالخجل فعلاً؟ لا يوجد ما يشير إلى ذلك، فهذا العالم ما زال يتفرج على مجاعة ستطال أكثر من 13 مليون يمني، وفق إحصائية أكدها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك. المسؤول الأممي كشف جزءاً خطيراً من المأساة الإنسانية، فهناك 5 ملايين يمني سوف يضافون إلى قائمة الانعدام الغذائي التي تضم أكثر من 8 مليون شخص، مرجعاً السبب إلى التدهور الاقتصادي الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. ملايين اليمنيين بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية طارية كل شهر للبقاء على قيد الحياة، في ظل تحالف لا يرغب بحسم الحرب، وميليشيا انقلابية لا تريد للسلام أن يتحقق، ومجتمع دولي مشغول بعقد الصفقات على حساب الجوع، مكتفيا بتحذير مجلس حقوق الإنسان بأن اليمن على حافة المجاعة.